احنا اسفين احنا اتاخرنا عليكم بصراحه، الدنيا حر والاوضه دي قبلي وما فيهاش تكييف، بس انا عايز اشكر كل الناس انهم استجابوا لحمله مش هتشمل فينا يا ريس. انا سعيد ان روح الميدان رجعت تاني، انا سعيد ان كلنا بقينا ايد واحده. احداث مؤسفه عاشها الوطن باسره ليله امس، وما تزال سيارات الاسعاف متواجده في موقع الحادث. تم ضرب نار من فوق الكنائس والمباني، الكنيسه هناك والمباني المحيطه بها على المسلمين. سوف يتم تطبيق حظر التجول. وناس بتجري يمين وشمال، ليه كده؟ ايه هو الموضوع كله يتعلق باستاذ اسمها عبيد طلعت؟ كل ده علشان واحده ست. بيفكرني بفيلم تروي، فاكرين الفيلم دهوت؟ هيلين اوف تروي، واحده مات علشانها مئات الالوف في حروب زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي عبير طلعت فخري، من اسيوط، مركز تحت سليم، قريه الشيخ شحاته. دي اللي مات علشانها 12 مواطن، يمكن تستاهل؟ يعني جوزك هو اللي استنجد يا عبير؟ هو كان بيدور عليا. هو انت مش متجوزه؟ لا يا استاذ محمود. يعني واحد كان ناوي يتجوزك وما جوزتهوش؟ لسه مش في اجراءات بنمشيها. انت حاليا متجوزه ولا مش متجوزه؟ لسه انا متجوزه انسان مفيش. باختصار دي واحده طفش من جوزها، هجرت مع واحد تاني، اعلنت اسلامها، وعلشانها ولعت امبابه كلها. هي دي اللي اعلنها علشانها الجهاد. طبعا الاعلام سمع كنيسه من هنا، سمع نار من هنا، وتوصل الحقيقه من هنا. ما زال السلفيون يتجمهرون امام الكنيسه وان هناك جماعات سلفيه. طب الحمد لله عرفنا مين السبب، حبه سلفيين. طبعا الاعلام عمره ما قال لنا حاجه غلط، واكيد هو ده السبب الوحيد. لا، السلفيين اللي من النوع ده هم العفريت اللي حضروا امن الدوله. الموضوع ده جاي من تنظيم خارجي، دي مجموعه من البلطجيه، ايه فضول الحزب الوطني اسامه بن لادن، ده في ايادي خارجيه بتلعب بهزه ارضيه اخر بس كهربائي. المدبر الرئيسي للاحداث وهو رجل اعمال قبطي بيدعى عادل لبيب، انه محتل عقليا. اول هدف مصري بعد الثوره رسمي. هو مين اللي جاب الجون؟ صاحب قهوه مجاور الكنيسه هو اللي بدا اطلاق النار. وبعد لما ما عرفناش مين اللي عمل كده، نقدم لكم نجم الفتنه الاول. ما نبقاش رجاله لما ولعنا الكنائس اللي في امبابه. والله فداك، حتى امبابه خف منها الزحمه، يبنوا كنائس في بالم هيلز. كذلك ايضا اخواتنا المحتجزات، عندنا الان مئات الاخوات. مئات من الاخوات محتجزات في الاديره. هو لسه في كم كنيسه في مصر؟ ده الاخ اشرف ابو انس، هو بيقول على نفسه سلفي، لكن الحقيقه اللي احنا توصلنا لها ان هو وكيل شركه راني في مصر. من الله عز وجل عليها، الله يجزي خير يا رب. راني فلوت جيت شوت. وفي وقت فراغه بيدور على اخواته المحتجزات في كل حته في العالم. انا بقاش رجاله. بلاش راني، استرجل واشرب بيرالي. ومن يعلم جيدا منهجي. الاخ اللي للاسف بيتكلم باسم الاسلام ما قراش الايه اللي بتقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا توجد عقيده ولا يوجد شيء. ضرب النار كله جاي من كلاب النصارى. كما تعلمون النصارى مافيا عصابات. واضح ان النجم بيطبق الايه دي بس على كفار قريش، لكن اخواتنا الاقباط مفيش مشكله ان هو يشتمهم خالص. ليه كده يا نجم؟ وانت لا حول لك ولا قوه، الانسان يخرج عن شعور. يا راجل خرجت عن شعورك؟ امال لو قفشت هتعمل ايه؟ هي ناقصه حر؟ سيبنا دلوقتي من نجم، تفتكر مين اللي مستفيد من كل ده؟ في ناس لها مصالح. اذا مصر بهذا الشكل وكل يوم عندنا مصيبه شكل في سيناء، دي مطار القاهره ارهابيين داخلين الامن مسكهم، مطار غردقه هنا ارهابيين داخلين باسلحه وذخيره، المنطقه دي اسرائيل بتلعب فيها، ده كان سيناء محتله، كل شويه بيجي لنا سلاح من ليبيا، احنا اللي بقينا زنجه زنجه. وبنما وفنزويلا وفريق كوتوكو. طب يا جماعه الحمد لله احنا ما عندناش اي احتقان طائفي في مصر، ما عندناش اي مشكله خالص، دلوقتي ممكن كلنا نطبطب على بعض وشيخ وقسيس يبوسوا بعض ونلوم اي حد تاني في الموضوع غيرنا احنا، من غير ما نعرف ليه احنا ما بنتصدق نشبط في بعض. اشرف ابو انس ده في منه كتير في الخطب، في الدروس اللي بعد العشاء، اللي بعد المغرب، وبيقولوا كلام انا نفسي كمسلم
اتكسف منه. طبعا الناس هتقول شوف هما بيعملوا ايه، شوف زكريا بطرس، شوف الكنيسه ونظام خمسه ابتدائي، شوف هما الاول، شوف هما الاول، شوف اللي هما الاول. انا عارف، بس انا بقول لك ان ده الجامع اللي جنبك، ده الميكروفون اللي بيخش جوه ودانك. فاكرين الايه؟ غير كده احنا الاغلبيه، احنا كام يا عم النجم؟ احنا 82 مليون، وهم على بعضهم 3-4 مليون لا يزيدون على ذلك. يبقى الاغلبيه مش المفروض تسيب فرصه لناس زي دي يخربوها، لان لما حاجات زي دي بتحصل بندي فرصه الدنيا تولع زياده، وندي فرصه الكلام زي ده يتقال. المسيحيون في كل مكان الان في مصر يطلق عليهم النار، نحن نتهم الجيش. يا عمونا هي بلاي ستيشن، يلا ننزل نصطاد في الشارع. هي ناقصه اخويا السلف المحترم، مشايخنا اللي على دماغنا من فوق، مش شايفين ان افضل الاسلام ان بدل ما نجاهد عشان ندور لو في ستات في الكنائس، مش شايفين ان احسن نجاهد عشان نطرد الناس دي اللي بتتكلم باسم الاسلام واسم السلفيه؟ مش احسن تقولوا للناس دي زي ما قعدوا في البيت وقت الثوره، قولوا لهم مصر محتاجه لكم قوي دلوقتي، تقعدوا في البيت تاني، او يطلعوا عقد السعوديه، او احسن عقد في ليبيا. الناس دي خلت شكلنا كلنا وحش. ليه الاسلام يبقى في الموقف ده؟ ليه يحصل ده وانتوا ساكتين؟ يعني بعد 11 سبتمبر العالم كله كان شايف مسلم يعني ارهابي، يحصل كده برضه في مصر؟ ده حتى بره بقى شكلنا وحش قوي. ايه اللي بيحصل للمسيحيين في مصر؟ اهدي مثلا لو اتخطفت بيفر هيلز والحب تولع، تستاهل، مش زي ولو انتوا فاكرين ان الموضوع ده بسبب حبه نسوان، خد دي عندك. النهارده تصاعدت ازمه مدينه ابو قرقاس اللي شهدت من يومين خلاف على مطب صناعي. 10 كنايس اتحرق واتقتل 300 مسيحيين. كانت بتتم داخل هذه الكنيسه تحديدا ممارسات دجل. الشيخ اللي هناك راح له الخبر وهم في الصلاه انه القتلى من المسلمين 400. وفي تريقه طبعا على موضوع ان كان في سحر في الكنيسه. يعني الجماعه بتوع البلكونتين دول عادي تكر بيدلقوا الجردل بالبتاع ده، هو جاع على الغسيل، حكايه يعني دي بتجرى كل يوم. الحمد لله، ده انا كنت فاكر ان مصر كلها هتولع عشان حبه نسوان. طلع ان احنا بنصدق نلاقي اي حاجه ونولعها احنا بنفسنا. الميزه الوحيده لكل ده، ده لو كان في ميزه، ان اخواتنا الاقباط بيوقفوا في مسبيرو، على الاقل يمنعوا الناس بتوع اسفين يا ريس انهم يقفوا هناك. تعالى يا ريس، راسك اهي يا ريس، راسك اهي يا ريس، حقك علينا يا ريس، اوعى تزعل، شده وتزول يا ريس. يجعل في قضاء رحمه. فين ايامك يا ريس؟ ما كانش في فرق بين مسلم ومسيحي، كان مكفرنا احنا الاثنين. وهم الان يطلقون الاعير الناريه وزجاجات المولوتوف على المعتصمين. حتى في ماسبيرو واضح ان مسيد عايزه ترجع تقف هناك تاني. يلا فيلول، ايران، قطر، حماس، اللي انت عايزه. لو انت شايف ان الحلقه دي مش مضحكه، اللي بيحصل في البلد دلوقتي ما يضحكش، وما تقلقش، انا وانت بيضحك علينا قوي 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 دلوقتي. لو انت شايف ان الحلقه دي ما شافتش غليلك، وما شفتش ان احنا شتمنا في كل ما هو اسلامي او كل ما هو مسيحي، يا ريت حضرتك وغليلك تروحوا بلد تاني. على العموم انا سمعت ان في دلوقتي مليونيه وحده وطنيه، فلازم اسيبكم دلوقتي. فين عدة الوحدة الوطنية؟ ادي المصحف، ادي الصليب، اليافطة، الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة، لا مش دي، الهلال والصليب ايد واحدة، وادي الايد الواحدة. تمام تمام. ونخش على الفيسبوك نغير البروفايل بتاعنا، لا للفتنة الطائفية، هلال صليب، تيك كير، واشوفكم تاني لما سوسو تتخطف في كنيسه في شبرا، او واد مسيحي يدي كوبري لواد مسلم في ماتش كوره شراب. اي فرصه نشوف بعض كل شويه، لكن دلوقتي انا هروح المظاهره واسمع كلام حلو واتفائل ببكره. ونطالب بتفتيش على الاديره كلها. You're in the
فجأة بقيت مقلق من بكرة.